دكتور أحمد العم، عالم البيانات Applied Data Scientist وبيك Data Analyst، أهلا بك في ديجيتال. منذ أهلا سنوات وسهلا. دكتور أحمد العم، وموضوع الذكاء الاصطناعي على كل لسان منذ الجدل الشهير بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، حين حذر الأول من تطور الذكاء الاصطناعي ووصوله إلى التفرد أو السنجولاريتي، والثاني يعتبره تقنية كغيرها من التقنيات، علما أن الذكاء الاصطناعي في النهاية هو نمط معين من البرمجيات المعلوماتية، أي مجموعة من الخوارزميات في أدوات وتطبيقات يعني نستخدمها بشكل يومي، يعني مثل المساعدة الصوتية في الأجهزة الذكية كأليكسا وسيري، جوجل أسيستنت، وحتى الهوم بود وغيرها، كذلك الخوارزميات التي تتحكم بعرض المنشورات على المنصات الاجتماعية كفيسبوك وتويتر وغيرها من المنصات طبعا. وهو اليوم الذكاء الاصطناعي في كل مجال، من الصحة إلى الأمور العسكرية إلى الاقتصادية والمصرفية إلى آخره. وأيضا هنالك أيضا مثلا الخدمات الفيديوهات المدفوعة التي تقوم باقتراح فيديوهات جديدة علينا اعتمادا على نوعية الفيديوهات التي نشاهدها. كذلك في معرض الحديث عن الذكاء الاصطناعي، كثيرون يتطرقون للتعلم العميق الديب ليرنينج، الذي هو شكل من أشكال تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي تطور بشكل كبير مع ما يسمى بالشبكات العصبونية الاصطناعية أو Artificial Neural Network. كذلك الأمر بالنسبة للشبكات التوليدية الخصومية Generative Adversarial Network. وإذا بك دكتور أحمد العام، تتحدث عن الميرور ديب ليرنينج، العصبونات المرآتية الاصطناعية لتطوير تعلم الآلة. دكتور أحمد العام، يعني بداية، هل لك أن تشرح لنا ما هو تعلم الآلة والتعلم العميق، وما هي العصبونات المرآتية الاصطناعية لتطوير تعلم الآلة؟ أهلا وسهلا فيك سيدتي، وشكرا على اللقاء في ديجيتال بحضورك. بداية بنحب نتكلم بشكل سريع إنه فكرة الذكاء الاصطناعي هي فكرة لمحاكاة العقل البشري، وهذه الفكرة كانت انطلاقتها تقريبا من 1941 قبل صناعة الكمبيوتر الرقمي. فكانت الفكره الان عندي البرمجه التقليديه تراديشنال بروجرامينج وعندي الاي اي. فرق سريع جدا انه البرمجه التقليديه هي تعتمد في اتخاذ القرار على خطوات برمجيه واضحه المسار، يعني ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 حتى نصل الى القرار النهائي. في حاله حدوث اي خلل في هذا المسار، البرنامج لا يستطيع اكمال مهمته وظهور الايرور مباشره. هذه الفكرة هي فكرة البرمجة التقليدية، اللي هي فكرة الآلات التقليدية. الانتقال إلى فكرة المحاكاة للعقل البشري في الذكاء الاصطناعي، رجعنا نشوف العقل البشري كيف يأخذ القرارات. فلاحظنا أن العقول البشرية لاتخاذ القرار تعتمد على النولج، على المعارف المخزنة بداخلها. فأنا بدي أنظر بشكل سريع كيفية صناعة المعرفة في الدماغ البشري، ونحاول نستنسخها في للماشين عشان نقدر نربط ما بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج والميرور ديب ليرنينج. فالعقل البشري لكي يقوم بصناعه النولج، لصناعه المعرفه، فهو بيحتاج الى خليط ما بين الانفورميشن، الانتليجنس، الثينكينج، الليرنينج، الاكسبيرينس. هذا الخليط فيما بينهما هو اللي بيصنع النولج في داخل العقل البشري. وايضا في نوليدج احنا عرفناها تعريف خاص لنا، احنا بنسميها الباراشوت نوليدج، والمقصود في كلمه باراشوت نوليدج هو المعرفه التي تزرع في الادمغه عندنا دون اي اكسبيرينس، دون اي انفورميشن، دون اي ليرنينج. من ابسط امثلتها انه الكهرباء بتكهرب، من عمرنا سنه واحنا بيحكوا لنا دير بالك الكهرباء تكهربك، ولكن عمرنا ما تكهربنا ولا تعلمنا كيف نتكهرب، ولكن هذه النولج انزرعت في دماغنا واصبحنا ناخذ عليها قرار. مستحيل اني امسك سلك في اي مشكله في تعري خوف من اني اتكهرب، علما اني عمري ما مارست هذه الحاله. هاي الحالتين او الطريقتين هي اللي بتساعدني في اتخاذ القرار في العقل البشري. نحاول نجي نستنسخ هذه المهارة أو هذا التكنيك في داخل الآلات لكي نستطيع أن نجعل الآلة عقل بشري أو محاكاة للعقل البشري. تفاجأنا بالمعضلة الأولى
قدرنا نعمل استنساخ للاكسبيرينس للليرنينج للثينكينج للانفورميشن. لما جينا على الانتليجنس ما قدرنا نعمل له اي عمليه استنساخ بسبب عدم وجود تعريف واضح في السايكولوجي للانتليجنس. في تعريفات متعدده، كل كتاب راح نرجع له راح نلاقي فيه تعريف مختلف. فعمليه التكنيكال لا يستطيع استنساخ مفهوم غير ليس له تعريف واضح ومسار واضح. لذلك تم الاستغناء عن الانتليجنس وتم الاعتماد على الاكسبيرينس والليرنينج والثينكينج والانفورميشن والباراشوت نوليدج في صناعه القرار في المشين. لذلك سيدتي احنا لازم نطلق على الاي اي اللي احنا بين ايدينا حاليا هو انتليجنس بيهيفير، هو سلوك ذكي وليس ذكاء بشري. احنا بنمارس سلوك ذكي ولكن دون انتليجنس. فهذه هي الفكره الاساسيه اللي بديناها. خلينا في نفس السلايد بس نعطي ملاحظه بسيطه. بنلاحظ انه في مصدرين لصناعه المعرفه، باراشوت نوليدج او الخليط اللي موجود عندي. مراحل الذكاء الاصطناعي بشكل سريع انا بدي اعرضها امامك اذا ممكن. المراحل الذكاء الاصطناعي كانت اول مرحله احنا بنطلق عليها اسم الترديشنال ارتفيشال انتليجنس 1950، انتقلنا فيما بعد الى المشين ليرنينج تقريبا بال 1980. بال 2012 2010 بدات الديب ليرنينج تظهر معنا بشكل واقع، بعدين انتقلنا الى 2018 صرنا نحكي عن الارتفيشال جنرال انتليجنس، ولكن هذه المرحله لسه هي المرحله المتواضعه. خلينا نتحدث عنهم واحد واحد. نبدا بالذكاء الاصطناعي التقليدي للتراديشنال ارتفيشال انتليجنس. كانت فكرته الاساسيه انه العنصر البشري هو الذي يقوم بتخزين النوليدج داخل المشين، هو اللي بمنح المعرفه للمشين، وليس دور ليس للمشين اي دور في صناعه هذه المعرفه. فكان في عندي مش داتابيز، كان في شيء اسمه نوليدج بيز، يعني مخزن للمعارف، والجهاز يتم برمجة إنجن بسيط داخله لكي يستطيع التعامل مع هذه المعارف واتخاذ القرار بناء على معرفة مخزنة فيه. وهذا هو الارتفيشال انتليجنس اللي كنا نشوفه دائما في حياتنا، الاوتوبايلوت، عمليه الجيمنج زي الاكس او، لعبه الشطرنج، هاي كلها كانت عباره عن التراديشنال ارتفيشال انتليجنس. الفكره بال 1980 تغيرت وحكوا ليش ما نخلي المشين نفسه هو الذي يقوم بصناعه المعرفه، صناعه النولج. فكل ظهرت كلمه ليرنينج. فلو بدنا نعمل محاكاه لازم في البدايه اعرف شو يعني ليرنينج، بعدين اروح اطبقها داخل الجهاز. ففكره الليرنينج التعلم هو انه الشخص من خلال الاكسبيرينس، من خلال الملاحظه، من خلال النظر يستطيع انه يتعلم كثير من الامور. فبدأت تظهر هذه الفكرة في الليرنينج. كانت أول بسيطة إنه الطفل كيف يتعلم، الطفل كيف يتعلم. فباختصار بسيط إنه بدي أعرض مثال أمامكم بشكل سريع بس عشان نوصل فكرة الليرنينج اللي هي كانت المدخل للماشين ليرنينج وللديب ليرنينج. أنا دائما لطلابي بحكي لهم نتخيل لو أنا بدي أعرض عليك الآن أعمدة أثرية للحضارة الفرعونية والحضارة الإغريقية، فباجي بمشي عليهم مجموعة من الصور بحكي له هذا التاج في هذا العمود هو إغريقي، هذا فرعوني، هذا إغريقي، هذا إغريقي، هذا فرعوني، هذا إغريقي، هذا فرعوني، وانتهى. الآن سيدتي يمكن أنت ما مرق عليك هذه المقارنة، ولكن لو عرضت عليك هذه الصور وحكيت لك ممكن تحددي لي أنواعها بتحكي لي يس، عملية سهلة. الأول هو إغريقي والثاني فرعوني والثالث إغريقي والرابع فرعوني والخامس فرعوني والسادس إغريقي. السؤال البسيط باللغة العامية، كيف استطعت معرفة أنه هذا إغريقي وهذا فرعوني؟ راح تحكي لي من النقش، وكلمة نقش هي الباترن، هي الباترن. إحنا بدنا نبحث عن هذا الباترن لتكون عندي بالعقل البشري كيف تكون ونستنسخه داخل الجهاز. فأنت العقل البشري هو عبارة يقوم بصناعة أو بناء باترن لهذه الاتجاه ويستطيع اتخاذ قرار مباشرة عند مشاهدة أي عمود جديد.
الفكرة الأساسية، طب لو بدي أخلي المشين يتعلم الآن للتمييز ما بين عمود بالحضارة الفرعونية والحضارة الإغريقية، بحكي لك يحتاج إلى 10,000 صورة لكي يستطيع يتعلم عليها، ولكن إحنا كبشر الآن استطعنا من خلال 6 صور فقط إنه نحدد. هل معنى ذلك إنه إحنا أذكى؟ نعم، إحنا نمتلك الذكاء، نمتلك الانتليجنس، وهو لا يمتلك الانتليجنس. طب بماذا يتميز عني؟ يتميز عني لو أنا كنت بعرض صور لأعمدة فرعونية قبل 2000 سنة وأعمدة فرعونية قبل 1920 سنة، والفروقات كانت عبارة عن مقدار الزاوية ما بين سبلتين في هذه الشجرة. العين البشرية لا تستطيع أن تدرك هذا الفرق، ولكن المشين ليرنينج بعد النظر إلى 10,000 صورة يستطيع التمييز على أدق التفاصيل. فهو له قدرة إنه يستوعب كم هائل من الداتا لكي يتعلم منها، إحنا ما إلنا هذه القدرة إنه نستوعب كم هائل من الداتا اللي نستطيع أن نتعلم. فهذه هي فكرة الليرنينج. فكانت البداية هي المشين ليرنينج، تعلم الآلة. تعلم الآلة هي اعتماد المشين على صناعة المعرفة من خلال البيانات، من خلال البيانات. وسيدتي لما نتكلم عن كلمة بيانات، يجب أن تكون البيانات مضمونة بالإنفورميشن، والمقصود بكلمة إنفورميشن اللي هي الليبل. المقصود أنا ما بصير أدخل مواصفات المجرم وما أكون كاتب جنبه كلمة مجرم، أو ما أكون مدخل مواصفات نحكي شخص معين أحمد وما أكون كاتب اسمه جنبه، لأن المشين أو الإنسان لكي يتعلم يحتاج إلى ديتا ويحتاج إلى انفورميشن لكي يستطيع أن يبني نوليدج، وهذا اللي بيصير عندنا داخل المشين. فإحنا بندخل الديتا وبندخل الانفورميشن، وهو بشكل آلي بشكل ذاتي له القدرة على بناء المعارف واتخاذ القرار من خلالها. الانتقال للديب ليرنينج، مرحلة الديب ليرنينج، كيف انتقلنا من المشين ليرنينج للديب ليرنينج؟ علما سيدتي، كل عمليات التعلم لو بدنا نمر عليها بمعنى وقت، هي مشتقة من السيكولوجي، هي مشتقة من علم النفس. ال6 نظريات الخاصة في علم النفس هي التي نعتمد عليها اعتماد كلي في الليرنينج داخل المشين. فالسيكولوجي هو الأساس في عمليات صناعة المعرفة. فإحنا بنعمل استنساخ مباشر، ولكن هذا موضوع آخر بده حلقة منفصلة. الآن ننتقل إلى الديب ليرنينج بشكل سريع، وليش إحنا رحنا على الديب ليرنينج وما هو هدف الديب ليرنينج في العمل. سيدتي، أنا حاب أعرض مثالين بشكل بسيط. المثال الأول، وأنتقل لمثال ثاني لتعزيز الفكرة. لو عرضت هاي الصورتين امام حضرتك وسالتك، الصوره اللي على اليسار يسارك من هو الشخص؟ راح تحكي لي بكل بساطه انه اينشتاين. وطيب اللي على اليمين راح تحكي لي والله هاي سيده اسيويه، بس انا مش عارف مين هي، بس هي اسيويه انا متاكد. السؤال الصريح، كيف عرفتي انه اينشتاين؟ راح تحكي لي اينشتاين انا بعرفه. كيف عرفتي؟ لو طلبت منك انك تكتبي مواصفات انه كيف عرفتي، ما راح تقدري تكتبي هذه المواصفات. ولكن السيده الاسيويه لو سالتك كيف عرفتي انه سيده اسيويه، راح تحكي لي سهله، شكل العينين، شكل الانف، شكل الفم، انا قدرت اني احدد انه اسيويه. اللي حدث في العقل البشري في صوره اينشتاين هو ديب ليرنينج، والذي حدث في تحديد الصوره الاسيويه هو مماثل للماشين ليرنينج. المشين ليرنينج هو له القدرة على التعلم إذا كانت البيانات تحتوي على خصائص واضحة، على خصائص واضحة. لذلك أنا المشين ليرنينج 99% أنا بطبقه على الاستراكشر داتا، على البيانات المهيكلة اللي هي موجودة على شكل جدول عبارة عن انبوت واوتبوت، انبوت وانفورميشن، داتا وانفورميشن. ولكن لما جينا على اينشتاين، ما في اي فيتشرز انا قادر اني اكتبها مميزه ما بين اينشتاين واي شخص اخر. لو حكيت له شعره طويل، طب انا اذا شعري طويل اصبحت اينشتاين؟ اذا شوار الشنب هو بنفس شنب اينشتاين انا اصبحت اينشتاين؟ اكيد لا. اينشتاين اصبح له باترن، نقش داخل الدماغ البشري، عندما نشاهد صورته مباشره يحدد لي انه هو اينشتاين. لذلك الديب ليرنينج احنا بنلجأ له اذا ما كان الا قدره بتاتا على تحديد الفيتشرز او عمليه استخلاص الخصائص لهذه الداتا، صعب جدا. سيدتي، انا بس بدي اعرض مثال بسيط جدا اللي هي فكره تحديد الايميل سبام او هام، كيفيه تحديد هذه التقنيه. اذا بتذكري سيدتي قبل ال2000 بدايه ظهور الايميل والتعامل معه،
كل ايميل كان يجينا كان يكون مكتوب فوقيه انه هل هو سبام ولا لا. الفكره كانت انه شركات الانترنت ما كانت تملك الداتا، فكانوا هم يخلونا احنا نصنف هذه الايميلات لكي يصبحوا يمتلكوا بيانات بعد ذلك. فبنلاحظ انه بعد سنوات اصبحت هذه الشركات تمتلك بيانات وبيانات مصنفه على انها سبام او نت سبام لكي لغايات التعلم. وانا كنت حاب احكي فكره بسيطه انه حتى على المكالمات المسجله اللي حكينا عنها قبل هيك، انه هي الان اصبحت ماده تدريب للجوجل اسيستنس واي نظام. زمان كنت احكي لهم كان يحكوا لنا مكالمتك مسجله لضمان الجوده، ولكن اخر زياره الي للامارات العربيه اي تنتصل في اي مكان يحكوا لي مكالمتك مسجله لضمان الجوده والتدريب، والمقصود في التدريب هو المشين ليرنينج، فاصبح ياخذ الرخص او الصلاحيات لكي استخدامها. سيدتي، لكي استطيع اني اصنف انه هذا الايميل سبام اور هام، لازم في البدايه اعمل استخلاص للفيتشرز للخصائص من هذه الايميلات، بعدين ابني النموذج اللي يستطيع انه يعمل عمليه التصنيف، اوصل للمعرفه التي تستطيع التمييز ما بين السبام والهام. مشكلتي وين هي النقطه المفصليه اللي هي الفيتشر اكستراكشن، استخلاص المعرفه. ممكن لو اجي احكي لك سيدتي كيف بتعرفي انه هذا الايميل هو ايميل سبام، تحكي لي ممكن من الجندر اللي ارسله، ممكن من عمره، ممكن من المكان اللي وصل لي منه، ديانه اللي ارسله. بحكي لك صحيح، بس هاي كلها داتا فيتشرز بسيطه جدا. كيف طب شركات البريد الالكتروني بتعمل؟ بيمسكوا كل الايميلات اللي تم تصنيفها على انها سبام، ويتم التعامل مع اسم المرسل، مع ايميله، التكست هل يوجد فيه كلمات معينه تدل لها دلائل معينه، اللينكات، اللينكس لوين بتودي، ليش المواقع نوعها، نوعيه الصور الموجوده في السبام، نوعيه العنوان، على هذا الاساس يتم تصنيفها. فنتخيل لو هذه الشركة تملك مليار إيميل مصنف على أنه سبام، وطلب من البشر أنهم يعملوا ماشين ليرنينج، فيجب على مهندسين الماشين ليرنينج باي هاند أنهم يستخلصوا كل هذه الفيتشر اكستراكشن. وهذه العملية مستحيلة، لازم يفوتوا على كل إيميل ويحكوا لي الكلمات اللي ممكن تكون لها دلالات غير أخلاقية، الصور شو أنواعها، اللينكات شو أنواعها. بعد ذلك تستطيع الاي اي من الماشين ليرنينج بناء النموذج. الديب ليرنينج بيحكي لك لا، انا امنحني الصلاحيه، اعطيني الداتا وانا الي قدره اني اعمل فيتشر اكستراكشن، استخلص الخصائص واعملها عمليه كلاسيفيكيشن. فهاي هو الفرق الشاسع بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج، فرق مهام، فرق تكلفه ماليه على الشركات. انا بتوجه اذا التوجه للديب ليرنينج اذا الداتا اللي عندي ما فيها فيتشرز واضحه المعالم، ولكن إذا كانت البيانات واضحة المعالم يجب أن أعمل ماشين ليرنينج لأنه أكثر دقة، أقل تكلفة، وأسرع في التعلم. فهذه النقطة مهمة جدا. فالديب ليرنينج وظيفته الأساسية إنه استخلاص المعارف والوصول إلى عملية التعلم. الآن نفوت باختصار على الميرور. طب إنه كيف فكرة الميرور أصبحت تنتج عندي الميرور ديب ليرنينج؟ فخلينا نرجع نطلع بس على سلايد بسيط عشان نوصل الفكرة بشكل أسرع. سيدتي الآن بدي أعرض مثال بسيط أمامك بشكل سريع لكي الآن عملية الفيس ريكوجنيشن، تحديد معالم الوجه كيف بتصير تتم. الآن أنا بدي أعمل عملية تدريب للديب ليرنينج عشان يقدر يحدد هذا الشخص إنه هذا مثلا أسامة أو أحمد أو أي شخص معين. الفكرة إنه هو بيحاول إنه يبني كيرف أو حدود فاصلة لهذا الوجه، تفصل ما بين الأعين والأنف والفم والأذن والشعر لكي تصبح مميزات، لكي يستخلص الفيتشرز. بعد بناء هذه الأمور يقوم ببناء خلايا عصبية لكل خط مستقيم. بلاحظ إنه الخط الأول تم بناء خلية إله، الثاني تم بناء خلية إله، الثالث، الرابع، كل الخطوط المستقيمة التي تم تقسيم الوجه لها تم بناء لها خلايا. وإذا بتلاحظ سيدتي إنه نقوم بالحصول على نون لينير فاليوم، نحصل على قيم غير خطية. الصورة الأمامية أمامك هي خلايا عصبية. بحكي لي بما إنه جميع هذه الخلايا المدخل لها واحد اللي هي الصورة، إذا أنا بقدر إني أعمل عملية دمج ما بين هذه الخلايا. فعمل دمج بين هذه الخلايا، فاستطاع إنه يعمل عملية تمييز الأنف،
تمييز الأعين، تمييز الفم، وتمييز الوجه بشكل كامل لكي يحكم على هذا الشخص إنه هو أحمد أو هو أسامة. هذه فكرة الديب ليرنينج، البيانات تدخل تتحول إلى قيم رقمية يتم التعامل معها كتعامل الخلايا العصبية تماماً للوصول إلى النتيجة. طيب فكرة الميرور، من وين إجت فكرة الميرور؟ نرجع للميرور نيرون اللي هي الخلايا العصبية المرئية، هي لها القدرة على تقليد حدث ما يحدث أمامها دون أن تتعرض إلى أي مؤثر. زي ما حكينا بشكل بسيط، الطفل له القدرة على تقليد والده في عمل أي شيء ولكن دون أن يكون معرض لهذا الأثر. الفكرة في الميرور إنه الخلية العصبية لكي تتحفز تحتاج إلى مؤثر، والمؤثر يترجم داخل الخلية على شكل سيال كهرباء أو تيار كهربائي. الخلايا المرئية تستطيع أن تولد هذا التيار الكهربائي دون مؤثر. فالآن سيدتي، الآن لو أتعرض إلى أي عملية لكي أضحك، فأنت مباشرة راح تضحكي على بالنظر إلي. هو اللي حصل عندك أن الخلايا المرئية ولدت نفس جهد الكهرباء الذي تم توليده عليه من الحركة، ولكن تولد عليه عندك دون أي مؤثر خارجي وشعرتي بالضحك المباشر. إذن الفكرة الأساسية هو توليد التيار الكهربائي الذي يؤدي إلى تحفيز الخلية للوصول إلى القرار أو للوصول إلى حدث معين. فالفكرة هون سيدتي إنه أنا بدي أستغني في فكرة، بس أنا بدي أورجيك السلايد اللي خاص فيها، بدي أستغني عن فكرة إدخال البيانات للخلية العصبية، وأحاول إنه هذه الخلية العصبية إن هي تعمل عملية محاكاة وتوليد للقيم الرقمية التي تنتج بعد دخول الصور أو الأصوات أو الفيديو وتتعامل معها. فأنا بدي أجعل هذه الخلية تولد هذه القيم الرقمية مباشرة وتبدأ بالتعلم من خلال قيم رقمية وليس من خلال داتا حقيقية. فسيدتي الآن ممكن تطلعي على الشاشة، فالآن هاي خلية عصبية تعرضت إلى مؤثر خارجي، وهذه خلية عصبية اصطناعية أدخل عليها داتا. الخلية العصبية بتترجم هذا المؤثر إلى تيار كهربائي. الخلية العصبية الإلكترونية تترجم البيانات، الصور، الفيديو، الصوت، إلى قيم خطية. هذه القيم الخطية هي مماثلة لفرق الجهد الكهربائي أو للجهد الكهربائي الذي تولد في الخلية العصبية. الآن تستمر هذه التيار العصبي الكهربائي في الحركة والانتقال. الفكرة في الميرور إنه أنا بداية الخلية العصبية تكون هي القيم الخطية وليس الداتا الأصلية، مماثل للخلايا العصبية المرئية. هذا شو بفيدني؟ إني أنا أصبح غير محتاج إلى بيانات للتعلم في الديب ليرنينج، أنا محتاج فقط لتوليد فرق الجهد اللي هو القيم الخطية التي تمثل أحمد، أو لتوليد القيم العددية التي تمثل هذا الموبايل، أو القيم العددية التي تمثل هذا القلم. فأنا أصبحت غير محتاج إلى داتا ضخمة لكي أتدرب، وممكن بعد فترة وجيزة إنه يصبح لكل شيء على سطح الأرض كود، ولكي أتعلم لا أحتاج إلى صورة أحمد لكي أتعلم، أنا أحتاج إلى هذا الكود. وهذا هو ممكن يكون التواصل اللي راح يصير بين الأدمغة. ما في داعي إني أرسل صورتك ست نايلة إلى دماغي لكي أتذكرك، هو الكود تبعك راح يحفز مباشرة وأتخيلك أنت مباشرة من أنت تتكلم معي. فهي الفكرة السريعة عن هذا الموضوع. دكتور أحمد العام، يعني تحدثنا عن الديب ليرنينج وتحدثنا عن الماشين ليرنينج وتحدثنا أيضا عن الشبكات العصبية الاصطناعية والشبكات العصبية المرئية الاصطناعية لتطوير تعلم الآلة، وكنا في إطار المقدمة تحدثت أيضا عن الشبكات التوليدية الخصومية، يعني أو الـ Generative Adversarial Networks. يعني ما دور هذه الشبكات مثلا بين الـ Artificial Neural Networks والـ Mirror Deep Learning؟ تمام. الآن سيدتي، بالنسبة للشبكات العصبية بشكل عام، هي شبكات متنوعة متعددة ذات تطبيقات مختلفة.
الاختلافات البسيطة اللي ممكن تكون بينها هي عملية التشابك أو الترابط في داخل الخلية العصبية. زي ما تكلمنا إنه إحنا بنعمل استنساخ للعقل البشري، فالعقل البشري الآن عملية الترابط في منطقة الذاكرة تختلف عن عملية الترابط في منطقة الحساب، فكل منطقة تترابط الخلايا العصبية بطريقة معينة لأداء مهام معينة، ونفس الطريقة هي عملية التطبيق في الخلايا العصبية. يعني بالنسبة للخلايا الالتفافية نحكي عنها الآن، أنا لما أجي أعمل تصميم لعبة معينة فبلاحظ إنه هذه الجيم هي تصمم إني أتعامل معها وأنا ماسك الموبايل بهذا الاتجاه. طيب العقل البشري لو لفيته بهذا الشكل بلاحظ أن العقل البشري يتعامل مباشرة مع الصورة بدون أي مشاكل، وأستطيع ممارسة اللعبة بشكل مباشر. هذا اللي بيصير مثلا أنه هي تستطيع إنها التعلم أو المحاكاة بأكثر من حالة. فكرة الخلايا العصبية التنافسية نحكي عنها أكثر دقة، أو التنازعية، هي عبارة عن خلايا عصبية تكون مترابطة بشكلين بهذا الشكل، يعني النتائج تكون هي بالمنتصف فيما بينها، فهي تعمل عملية إنبوت وتصنيف، والخلية الثانية تعمل تأخذ هذه النتائج وتعمل على تدويرها مرة أخرى. من اكثر الامثله اللي صارت فيها انه انا كيف اعمل عمليه السايكلينج جين اللي صارت على الجيم فورتنايت، استنسخوا البيئه الجرافيك اللي ببجي من خلال السايكلينج جين. هي عمليه انه هي صور موجوده حقيقيه ومصنفه داخل الببجي، ولكن على طول يعملها عمليه فيدباك لكي تستطيع التعلم عليها واستنساخها وتطويرها لبيئه الفورتنايت. فهي سيدتي هي عملية الترابط ما بين الخلايا هي التي تطور من مهامها. وزي ما عرضت أنا مثال بسيط ممكن أعرضه بشكل سريع، صديقنا تحدث في أحد المشاريع اللي هو أنا بتكلم عنه على فكرة سيدتي من أحد نظريات علم النفس، وهي نظرية التعلم داون توب بروسينج، التعلم من أسفل إلى أعلى. الفكرة سيدتي الآن إحنا في عندنا 6 نظريات في علم النفس، هاي آخر نظرية اللي هي التعلم من الأسفل إلى الأعلى. يستطيع إنه شخص معين إنه لو أعطيناه مثلا مذاق أو شف وأعطيناه تذوق جزء بسيط من الوجبة، فيستطيع إنه يعطي تفاصيل الوجبة كاملة من خلال تذوق، فهو من الجزء استطاع أن يعرف الكل. وهذا ما يحدث مثلا في علم النفس وعلم الجريمة، كيفية رسم مسرح الجريمة كامل من خلال قطرات دم، شعر، أي جزء في الجريمة يستطيع أن يبني مسرح الجريمة كامل من خلال الأجزاء. هذا الحدث طبقه أحد أصدقائنا، هو قام ببناء خلية عصبية ديب ليرنينج كامل، إدخال صور كاملة لسيارات، ومن ثم تعلم الديب ليرنينج لكي يستطيع أن يصنفها من حيث النوع وسنة الصنع. بعد الانتهاء من تدريب الديب ليرنينج كاملة، تم بإزالة أو بتر الانبوت لاير، طبقة الإدخال اللي هي كانت عبارة عن صورة السيارة كاملة، فأصبحت المدخلات الجديدة والتي تم التعلم عليها ضمنيا هي أي جزء من السيارة، ممكن تكون مرآة السيارة، طرف الزجاج، أي جزء. فأصبحت هذه الخلية أو الشبكة العصبية إلها القدرة على تحديد نوع السيارة من أي جزء من خلالها. فلو بنلاحظ إنه هون في هذه الفكرة، هو في البداية علمها على السيارة كاملة، ولكن عمل عملية تغيير في عملية التشابك في الشبكة العصبية، فمباشرة تغير أداء وتغير مهمة هذه الخلية. ولكن الميرور من احد مهامه اللي راح تكون مستقبلا انه انا ليس لدي حاجه للبيانات لكي اعمل ليرنينج، لانه انا امتلك الكود الخاص فيه، فهذا الوجه الذي يحتوي تفاصيل متعدده اصبح يعبر عنه في باركود، نستطيع نعمل عليه عمليه ليرنينج بكل بساطه وبيستكمل في متدنيه جدا. الدكتور احمد العم، عالم البيانات الابلايد داتا ساينتست وبيج داتا أناليست، شكرا لك على هذه المعلومات السرية، وأتمنى لقاءات مقبلة في ديجيتال. شكرا لك سيدتي.